طيب هيكون معانا دلوقتي عبر الهاتف الكابتن وائل شكري مدير الكره بفريق غزل المحله. بنرحب بحضرتك كابتن وائل، صباحك زي الفل. اهلا وسهلا بحضرتك وصباح الخير وصباح الخير على كل المشاهدين. صباح الفل على حضرتك والف مليون مبروك على المنصب الجديد طبعا مديرا للكره بفريق غزل المحله، ويعني بالتاكيد كده نقول بدايه قويه، بدايه مبشره، واستعداد داخلي ونفسي، وطبعا كمان ان شاء الله هيكون بالتنفيذ من قبل حضرتك ومجلس الاداره بالتعاون مع الجهاز الفني علشان نشوف شيء جيد واستقرار مره ثانيه داخل فريق غزل المحله. اولا طبعا خلينا نكون متفقين ان طبعا يعني مهمه زي دي في الوقت ده المهمه طبعا هتكون صعبه جدا، لكن يعني الاول يعني بشكر بابا فاسيليو على الفتره اللي قضاها معانا، عمل حاله كويسه في النادي وعمل نتائج محترمه. ممكن يكون صادفوا بعض سوء التوفيق في الفتره الاخيره، لكن ده ما يمنعش ان هو مدرب كبير، مدرب عمل حاله كويسه جدا في غزل المحله وادى اداء مبهر ونتائج محترمه. طبعا برضو بنرحب طبعا بالكابتن عبد الباقي، طبعا هو كان اقرب حد لمجلس الاداره لان طبعا هو شغال مع بابا فاسيلي بقاله فتره، فطبعا هو اكيد شارب طريقته وادائه، وكمان حافظ اللعيبه عندنا ومش هياخد وقت كبير ان هو يتاقلم مع اللعيبه عندنا. ده كان برضو خيار قدام مجلس الاداره يعني كبير ان هو موجود في المكان. يعني ان شاء الله يبقى باقي توفيق ربنا واهتمام الولاد بقى واستعدادهم ونسيان الفتره اللي فاتت المشاكل والحاجات اللي هي خرجت تركيز اللعيبه عن ادائها في الملعب ان شاء الله. التصريحات اللي خرجت من قبل بابا فاسيليو بخصوص ازمه المستحقات، وطبعا انه دي كانت الامور اللي تسببت في انه اللعيبه كانت مشتته الذهن ما قبل مباراه بيراميدز، والنتائج طبعا انه الخساره اللي تعرض ليها فريق غزل المحله بنتيجه 4 أهداف امام بيراميدز كان هو ده السبب، تاخر مستحقات وتاخر مكافئات ايضا. خلينا متفقين يعني الفتره دي يعني معظم الانديه فيها بعض المشاكل من هذا القبيل، يعني في مستحقات اكيد متاخره. يعني احنا بنتكلم برضو في غزل المحله المستحقات المتاخره مش حاجه كبيره، صحيح ما كانش قبل شهرين بالظبط، شهرين يعني احنا بنتكلم في بعض انديه بنذكر اسامي في 4 شهور في 5 شهور صحيح، وفي حاجات من دي كتير. وفي اقول لحضرتك على حاجه، في يعني فرقه برضه بدون ذكر اسامي لسه واخدين النسبه بتاعتهم اللي هي بتاع بدايه السنه. يعني دي بتبقى يعني انا اعتقد احنا كنا لعيب كوره وعارفين طبعا الواحد اول ما بينزل الملعب بينسى حته المستحقات وبينسى حته الفلوس وبينظر لقيمه النادي والفانيلا والاسم. انا شخصيا يعني حته الفلوس بتجنبها شويه، ممكن بقى بعد الماتش ممكن ببدا افكر مستحقاتي مكافئاتي، لكن هو اللي كانت مشكله بس شويه عند اللعيبه ان هم متعودين نكسب النهارده المكافاه بكره. صحيح، ممكن بس الدنيا اتغيرت شويه او كده، لكن الامور في يعني في النصاب الصحيح برضو، يعني في خلال ايام برضو هياخدوا مستحقاتهم والدنيا هتمشي. وبعدين يعني معروف عن غزل المحله طول عمره وطبعا كل اللعيبه اللي لعبت في غزل المحله وتكون بتسمعني دلوقتي عارفين المحله عمرها ما يعني كانت جنيه على حد او بالتاكيد كل والله ده يعني لو حضرتك بتقول كلام فهو ده الكلام اللي انا كنت لسه بقوله امبارح، فكره انه في ازمات منطقيه داخل الانديه لحد كبير جدا بسبب الانتقالات الصيفيه، بسبب انه في بعض المكافئات ممكن تكون كانت يعني متاخره شويه، وده طبيعي وممكن وارد، ولكن اللي هي مش حجه بكل الاشكال وبكل المعاني لاي لاعب انه يكون مشتت ذهنيا او فكريا ويكون ده اسباب تراجع النتائج داخل الفريق لمباراه في ظل انه كان في استقرار لنتائج فريق غزل المحله. فاعتقد ان ما كانش يعني ده نوع من انواع الحجه انه مستر بابا فاسيليو يطلع يصرح بيها بعد المباراة.
هو طبعا كل مدرب له فكره طبعا وطريقه تفكيره والاسباب اللي هو ممكن يطرحها قدام الاعلام، لكن احنا في جميع الاحوال بنتكلم ان او الناس العقلانيه بتتكلم ان في جميع الاحوال حته المستحقات او المكافئات، وخصوصا ان انت طيب انت النهارده ممكن خلال يومين ثلاثه خدت مستحقاتك وخدت الشهرين بتوعك وخدت مكافئاتك. طيب مثلا الهزيمه بتاع بيراميدز او الهزيمه بتاع سيراميكا، طب ما احنا يعني هتفكر انت فيها ازاي بعد ما خدت مستحقاتك؟ فهي دايما يعني اعتقد هي دايما مش هتبقى كده، يعني حته المستحقات مهمه، حته المكافئات مهمه، لكن الولاد لازم ينزلوا، وده اللي هنشتغل عليه الفتره الجايه، لازم ينزلوا ان هم عارفين كويس جدا ان حته المستحقات او المكافئات كده كده هياخدوها، كده انت هتاخدها، لكن هيبقى الاثر، الاثر اللي هو ممكن تكون انت اديت بصوره هزليه او بصوره مش كويسه، اديت خسرت ماتش او اتنين، خسرت مركزك في الجدول، دي حاجات كلها هتاثر عليك بعد انت ما تكون خدت مكافئاتك ومستحقاتك. صحيح يا كابتن وائل، بالظبط كده، صحيح. وطبعا يعني في ظل طبعا انه فريق غزل المحله فريق جماهيري، بالتاكيد اللعيبه دي مش عايز تخسر مكانتها امام الجمهور، كل لاعب اصبح ليه قدره وليه اسمه، وطبعا ده بالتعاون مع جهاز فني محترم يقدر ان هو يرجع اللعيبه دي لمكانتها الطبيعيه. طب اروح مع حضرتك لتشكيل الجهاز الفني، هيكون عامل ازاي؟ هم اتفقوا امبارح يعني على مجلس الاداره مع كابتن عبد الباقي ان شاء الله المدير الفني. وهيكون كابتن عبد الباقي اتفق ان هو هيجيب مدرب عام من اعتقد من نادي وادي دجله تقريبا، كان شغال مع كابتن عبد الباقي برضه، يعني يبقى فيه برضه حته انسجام وكده. ومعاهم كابتن عمر اسلام وكابتن ناصر فاروق وبقيه الجهاز زي ما هو، وانا يمكن انا انضفت مدير كوره عليهم يعني ان شاء الله بإذن الله. تحياتنا ليك طبعا كابتن وائل شكري مدير الكرة بفريق غزل المحلة، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا، وبالتوفيق في المهمة القادمة، بنتمنى نشوف فريق غزل المحلة بيرجع تاني ينتعش.